السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، اخباركم ايه؟ النهارده بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تمحو بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. احنا دلوقتي يا حبيب قلبي زي ما انتم عارفين في اول الشتاء، في موسم الكاكا، والكاكا من الفاكهة الجميلة جدا 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 اللي بتمنع 10 امراض، وهنقولهم دلوقتي مع بعض. ويا حباب قلبي انتوا وحشتوني، اخباركم ايه؟ طمنين عليكم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلوا الشتاء سعيد علينا وعليكم وعلى ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين، لكل محبين ومتابعين ام زياد وحبيبه قلبي ام عبد العزيز وصديقه عمري من ابها واهل ابها واهل السعوديه. واهل الدعاء ان ربنا يشفي ساره شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفي ساره شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. دي حفيده صاحبتي ام عبد العزيز من ابها، يا رب يشفيك يا ساره شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وطبعا يا حبايب قلبي الكاكا يا حبايب قلبي من الامراض اللي تشفي 10 امراض. الكاكا الامراض اللي تشفي 10 امراض للجسم. دلوقتي هنشوف حبة حاجات مع بعض لا تخطر على البال أبدا. وسبحان الله، لو تعرفوا زراعة الكاكا معجزة، وفي ناس كتير بتحبها وفي ناس كتير مش بتحبها، بس هي جميلة جدا صدقوني، جميلة جدا جدا. وربنا قبل ما بيخلق الداء بيخلق الدواء، وفيها شفاء من 10 أمراض. ولو عرفتوا زراعة الكاكا يا حبيب قلبي فيها معجزة من السماء والله. ويسرني ويشرفني ويسعدني أن تشتركوا في قناتي، وتاج على راسي انكم تشتركوا في قناة ام زياد وتدعموني، وانا من غير دعمكم ولا حاجة. الناس اللي بتقول ان الطب بيعالج، لا، الطب سبب مش هو اللي بيشفي. والكاكا لو انتظمنا عليها واكلناها صح بتنظم ضغط السكر في الجسم من غير ادوية. ولو الواحد ضغطه عالي وكل حباية واحدة على الريق بس يا حباب قلبي ناكلها كلها بقشرها. ولما نشتري كاكا نشتري الكاكا الطريه اللي زي كده عشان نعرف ناكلها بقشرها. نشتري الكاكا الطريه، ما نشتريش الكاكا الجامده. واللي بتعالج الكاكا يا حبيب قلبي هتعشقوها وتحبوها بعد الفيديو ده، بتعالج ضعف عضله القلب ودمور في عضله القلب، وتعالج المشاكل كتير، السيوله في الدم، وبتنزل نسبه الكوليسترول في الدم، بتنزل نسبه الكوليسترول في الدم، وتنظم ضغط الدم. والناس اللي عندهم سرعة ونزيف ونسبة تجلط في الدم بتعالج الاتنين، وتوصل الجسم لحالته الطبيعية. الكاكا بتوصل الجسم لحالته الطبيعية يا حبايب قلبي سبحان الله. والناس اللي عندها نزيف من الأسنان ونزيف من اللثة تمنع زهور، وتمنع كمان الكاكا يا حبايب قلبي ظهور الخلايا السرطانية في الجسم. ولو فيه التهاب في الصدر أو التهاب في الزور أو التهاب في البطن بتمنع الخلايا الغير طبيعية. والمفروض لو انتظمنا عليها ناخد كل يوم الصبح حبايه واحده بس، ناخدها على الريق بتمنع مضادات الاكسده، وناخدها واحده بس على الريق. وناكل لازم ناكل القشره بتاعتها، بتكون طريه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما تجيبيش الكاكا الجامده ابدا. الفايده في قشره الكاكا يا حبايب قلبي بتساعد على التخسيس، لان فيها الياف مضادات للاكسده، وما شاء الله تبارك الله بتطرد الدهون من الجسم، وهي كمان تغسل الجسم من السموم والمواد الكيماوية، وتغسل الكبد والكلى، وتغسل وتعمل على سيولة الدم في الجسم بطريقة طبيعية جدا. ولازم ناكل قشر الكاكا يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، لان قشر الكاكا فيه الياف. ولو كمان الواحد عنده السكر كل حباية واحدة بتنظم ضغط السكر في الجسم بطريقة مش طبيعية ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي ما تشتريش الكاكا الجامده، لازم تشتري الكاكا الطريه علشان تعرفي تاكلي القشره بتاعتها والفايده في القشره. احنا كلنا كنا بناكلها غلط والله، احنا كنا بناكل قلب الكاكا ونرمي القشره، لكن الفايده كلها يا حبايب قلبي في القشره بتاع الكاكا. وطبعا بقى يا حبايب قلبي اللي ما اشتركناش في القناه يشجعنا ويشترك لنا في القناه، واحنا من غير دعمكم ولا حاجه. وما تنسناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر، ودمتم في امان الله.